الالتزام، دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الاستعداد لخوض مبارياته القادمة في كأس مصر، حيث يستعد الفريق لمواجهة الشمس في الجولة المقبلة لدور 16 والمقرر لها غدا الاثنين. وقام محمد مصلح المدير الفني للفريق برفع الأحمال البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباريات الدوري الأول من بطولة الدوري. ويسعى مصلح لتجهيز اللاعبين من أجل الوصول لأفضل مستوى للمنافسة على لقب الكأس، إلى جانب الاستمرار في العروض القوية ببطولة الدوري. قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن الفريق يعاني من الضغط الشديد نظراً لتوالي المشاركة في المباريات ما بين بطولة الدوري وكأس مصر والاستعداد لبطولة كأس السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الفريق مرتبط بخوض عدد كبير من المباريات في فترات متقاربة، وهو ما يؤدي لضغط بدني كبير على اللاعبين، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد يضع في حساباته هذه الأمور ويستعد بقوة للمنافسة على كل البطولات. وشدد محمد عادل على أن الموسم الجاري يمثل تحدياً كبيراً من خلال السعي للفوز بكل البطولات وإسعاد الجماهير. حصلت فرق سباحة الأهلي على المراكز الأولى في 5 مراحل عمرية خلال مشاركتهم في بطولة القاهرة المقامة حاليا باستاد القاهرة، والتي انطلقت يوم 27 من يناير الماضي وتختتم غدا. ومثل الأهلي في البطولة 1100 سباحا وسباحة، حيث حقق الأهلي في مرحلة 11 و 12 سنة المركز الأول في منافسات أولاد وبنات السنة، و13 سنة وفي المركز الثاني أولاد والثالث بنات، ومرحلة 14 سنة المركز الأول أولاد والثاني بنات، ومرحلة 15 سنة المركز الأول أولاد والثاني بنات. وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 إلى المغرب صباح اليوم استعداداً للمشاركة في بطولة البحر المتوسط في نسختها 15، والتي تستضيفها مدينة مراكش المغربية بداية من اليوم الأحد وحتى 18 من فبراير الجاري. ويشارك في بطولة البحر المتوسط 10 منتخبات، هي المغرب، تونس واليونان ومونتينيغرو والسعودية وتركيا، رومانيا وإيطاليا وفرنسا. ويرافق البعثة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة وعضو مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخب الوطني بالاتحاد.